أهلا بكم. البداية من مأرب، حيث أفادت مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل إرسال تعزيزات إلى جبهات القتال في محافظة مأرب، خصوصا الجبهات الجنوبية، برغم سريان الهدنة الأممية الهشة. ووفق المصادر، فإن الميليشيا دفعت بآليات عسكرية ومجاميع مسلحة إلى مواقع متقدمة على امتداد الجبهات الجنوبية للمحافظة. وتأتي التعزيزات في ظل خروقات مستمرة ترتكبها ميليشيا الحوثي مستهدفة مواقع الجيش الوطني بالمدفعية والطائرات المسيرة. وقبل يومين قال أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن ميليشيا الحوثي أوقفت هجومها على مأرب، واعتبر ذلك تنازلا تم بموجبه التمديد للهدنة لخمسة أشهر متتالية. إذن وحول الخروقات المتكررة والمستمرة من قبل الميليشيا الحوثية في محافظة مأرب، ينضم معنا عبر الهاتف السيد محمد عبد الكريم مراسلنا من مأرب. مرحبا بك محمد. إذن قبل يومين أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريح أشار فيه إلى توقف ميليشيا الحوثي عن خروقاتها، لكن مع ذلك حصل عكس ما أعلن به أمين عام منظمة الأمم المتحدة. يعني حدثنا عن ما يجري ميدانيا من انتهاكات مستمرة وخروقات لميليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة. في الحقيقة وعلى الميدان لا يوجد هدنة كما يدعي الأمين العام للأمم المتحدة في جبهات مأرب منذ المبادرة الأولى التي أتى بها إلى اليوم. لا يوجد التزام بهذه الهدنة من قبل الميليشيا الحوثية. تعرضت مواقع الجيش الوطني لقصف شديد على مدى الأشهر الماضية، نتج عنها استشهاد العشرات من أفراد الجيش الوطني وجرح المئات في هذه الاستهدافات المتكررة. ليلة أمس تجددت المواجهات في جبهة الجنوب، جنوب مأرب، وخصوصا جبهة اليعيرب وجبهة ملعاء. هذه الجبهات الهامة والاستراتيجية والتي شهدت مواجهات مماثلة نتيجة الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيا. لا يوجد هدنة في هذه الجبهات، تستمر الاشتباكات والقصف بالأعيرة النارية، خصوصا أن ميليشيا الحوثية تصر على استحداث مواقع جديدة وتطويق مواقع جديدة بالألغام والعبوات الناسفة هناك في الجبهة الجنوبية وأيضا في الجبهات الشمالية الغربية. نعم، إذن هناك تعزيزات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي حول جبهات مأرب. هناك تعزيزات من أسلحة ثقيلة، وكذلك يعني حدثنا عن التعزيزات المتواجدة الآن للميليشيا الحوثية، وكذلك كيف هو الاستعداد للجيش الوطني وكذلك المقاومة الشعبية حول تلك التعزيزات. في الحقيقة منذ إعلان الهدنة الأولى استثمرت ميليشيا الحوثي توقف الطيران الحربي في جلب أسلحة حديثة ومدرعات حديثة كانت مخبأة في المخابئ التي في المعسكرات في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي. استخدمتها إلى هذه الجبهات وتمركزت بها في مواقع هامة واستراتيجية. هذا بالنسبة للمدرعات والآليات العسكرية. أما بالنسبة للقوة البشرية فقد دفعت بأنساق وكتائب جديدة ودربت كتائب جديدة قريبا من مناطق الاشتباك وأدخلتها في هذه المواقع استعدادا لشن عملية عسكرية على مأرب كما هو الحال. وحسب الوضع الميداني الموجود الآن في الجبهات الغربية والشمالية الغربية تشير إلى أن الميليشيا تستعد لشن عملية عسكرية ضد مأرب، وما يدل على ذلك الحسابات المستمرة التي تستخدمها الميليشيا من مناطق سيطرتها في صنعاء وفي غيرها من المدن. نعم محمد، أنت ذكرت أن هناك استعدادات للميليشيا الحوثية وكذلك تعزيزات من أسلحة ثقيلة ومدرعات، لكن الاستعدادات تلك في أي جبهة ممكن أن تشن الميليشيا الحوثية هجماتها على قوات الجيش الوطني؟ الاستعدادات تركزت في ثلاث جبهات رئيسية، وهي الجبهة الجنوبية التي تقع في محيط نقيل ملعاء ومحيط الجبل الشرقي، وأيضا في جبهة صرواح، وأيضا في الجبهة الشمالية الغربية المحاذية لرغوان
التي لا تزال تسيطر عليها قوات الجيش الوطني، ولا تزال منطقة محررة تتبع محافظة مأرب، وهي تقع في الصحراء الشمالية الغربية في القرب من مناطق ماس ومحيط معسكر ماس الاستراتيجي الذي يقع بالقرب من فرد اثنين. نعم، إذا بالمقابل كيف هي استعدادات قوات الجيش الوطني وكذلك المقاومة الشعبية للرد على تلك الخروقات المتكررة، خاصة بعد إعلان أمين عام الأمم المتحدة بوقف الهجمات؟ حسب معايشتنا للوضع العسكري هنا والوضع الميداني، فإن قيادات الجيش الوطني تؤكد جاهزيتها القتالية واستعدادها التام لمواجهة أي طارئ قد يحصل وأي هجوم قد يستمر من قبل الميليشيا الحوثية. القوات الجيش الوطني تستغل هذه الفترة في عملية الإعداد والتدريب كما هو موجود، وقد تم إعلان عدة دفع عسكرية تخرجت من عدة مجالات، وهذا يدل على الاستعدادات التي تقوم بها قوات الجيش الوطني في إطار خوض معركة قد تكون مصيرية في الأيام القادمة. نعم، إذا مراسلنا السيد محمد عبد الكريم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.